ان شاء الله هيكسر الدنيا، وانا واثق ان الفيلم ده هيكون نمره واحد في السيزون من الافلام اللي هتعيش فتره طويله. انا كان عندي فرصه ان انا اقرا السكريبت لان مصطفى وعز اصحابي، ومتاكد من كل عناصر الفيلم اذا كان جندي او الممثلين او الانتاج ان الفيلم ده هيبقى حاجه مهمه قوي ان شاء الله. الف الف مبروك لبنك الحظ، وان شاء الله بنك الحظ يكسر الدنيا ويكسر مصر ان شاء الله. وبقول مبروك ليهم كلهم، ومبروك لاكرم طبعا عشان صاحبي من زمان، وبعمل ايه اليومين دول؟ بعمل مسلسل سبع صنايع ومسلسل اللهم اني صائم مع الفنان مصطفى شعبان، وان شاء الله يعمل شغل كويس ان شاء الله. انا بعمل الجديد بتاع افاتار، يعني نعمل جزء جيمس كاميرون طبعا مخرج جميل وصديقي من زمان، كلمني على افاتار الجزء الجديد، فان شاء الله نعمل شغل كويس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا جاي ابارك لصديقي محمد عز الدين مؤلف، واستمتع بتمثيل الناس وتحديدا تايسون لان انا بحبه جدا، فجاي اتفرج على فيلم اتمنى ان هو يكسر الدنيا ويبقى ناجح يعني ويوصل للناس. انا ابتديت على ان انا في غيبوبه فعلا، مع الناس كلها في الشارع بتسالني هتفوق امتى، الحمد لله على السلامه يا صالح، ما انت بتسوق اهو عادي وانت في الغيبوبه. فابتديت اشك ان انا في غيبوبه مش واخد بالي مثلا. لا الحمد لله يعني الصدى لطيف والناس متاثره وفي ناس متوحده مع الشخصيه، يعني بيفرحني جدا الاقي مثلا اطفال امهاتهم بعت لي فيديوهات الاطفال بتقلدني وكده، اعتقد انها مش قدوه سيئه يعني. منتج فنان يعني استاذ ريمون مقار وشركه فنون مصر، مش واحد بيصرف فلوس وبس، لا ده هو عنده رؤيه وعنده تارجت عايز يوصل له، وانت زي ما انت شايف يعني الشغل بيتكلم عن نفسه، يعني المسلسل كمال لله وحده، بس المسلسل مكسر الدنيا والناس متابعاه واصل للبيوت، وفي نفس الوقت انت عندك ديكورات عظيمه، مزيكا امين ابو حافه مش ممكن، مدير التصوير العالمي حسين عصر، ففي عناصر اكيد الحاجات دي مش بتتعمل كده يعني. عندي فيلم طلق صناعي مع استاذ خالد دياب، انتاج نيو سينشري مع استاذ ماجد الكدواني، حوريه فرغلي ومصطفى خاطر وكالباز وجامايكا، وده اللي انا منتظره يعني. وبعمل دور كده لطيف في مسلسل استاذ اسلام خيري مع استاذ عمرو يوسف اسمه نقطه من اول السطر.